الاولياء السادة الصوفية اذا حضروا ما نقدر عفوا يعني. ففتحت اليوم اللي لقيت من كتب الوالد سيد والسيد هاشم السيد احمد الرفاعي وزير نائب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، بما انكم الحضور سيدي سالم السيد خلف السيد عيسى الصيادي السيد رفعت السيد احمد الرفاعي شيخ الصعيد بالرفاعية السيد العتيبي وما شاء الله والسيدي محمد نور السبسبي الدملخي وسيدي ابو رياض شيخ حوران الغانم والسيد ابو زينب الجعفري شيخ اسوان وسيدي عدنان سيد سحلول الرفاعي من قاره من سوريا وسيدي شيخ فلسطين وسيدي اسمك الكريم خليل من وين خل من وين دير من وين بقعاني لا نعم الله ابو مجدي تعال ابو مجدي اسمع هاي المنفعه هو كتاب لحظه سيدي في حاله الدمشقي عفوا حالة أهل الحقيقة مع الله عز وجل تأليف السيد الإمام الشيخ أبي العلمين سيد أحمد الرفاعي طبعا مولود 512 متوفي 578 رضي الله عنه. تعال أبو مجد اقرأ هاي المنفعة مالت جدنا سيد أحمد الرفاعي مستريق الرفاعي صوفي ساكن أم عبيد العراق شرح وخرج حديثه وشرح وخرج حديثه وعلق عليه دكتور محمد حسني مصطفى. تعال لحقت عليه سيدي سيدي رفعت محمد نعم. حسني مصطفى نعم لحقت عليه ايوه دار القلم. المهم الوالد ابو يعقوب الرفاعي شاف الورقه من تحت وفيها كلام كبير ففسروا انتم بس يا فنبي كل واحد يقول لنا يجاوب انتم سمعوا العبارات وان الله تعالى زين قلوب العارفين بزينه المعرفه كرما وامتنانا وزين قلوب المريدين بالعظمه والهيبة رحمة وإحسانا وحجب قلوب الغافلين بالجهل والغفلة محنة وخذلانا وطبع على قلوب الكافرين بالإبعاد والنكرة طردا وجرمانا. والقلوب ثلاثة: قلب يطير في الدنيا حول الشهوات، وقلب يطير في العقبة حول الكرامات، وقلب يطير في سدرة المنتهى حول الأنس والمناجات. فقلب معلق بالدنيا، وقلب معلق بالعقبة، وقلب معلق بالمولى، وقلب حريق، وقلب غريق، وقلب سحيق، وقلب منتظر للعطاء، وقلب منتظر للرضا، وقلب منتظر للقاء لقاء الله، وقلب مشروح، وقلب مجروح، وقلب مطروح، وقلب منيب، وهو قلب آدم عليه الصلاة والسلام، وسليم وهو قلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنير وهو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. في من يبيد لبدلوة وهي ابتداها يقول عن كلها على القلوب. من بده منه تأذنوا له يا سادة يا صوفية بعد أذنكم سيدي من يأذن تأذنون للدملخي مرخص الكلام أيوه فضل. طالما كان قلب الشيخ أي نعم صافي مع الله عز وجل ومع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالأنوار الإلهية تنبثق من النبي صلى الله عليه وسلم إلى روح أو قلب هذا الشيخ. وضح سيدي. احنا نقول اذا كان الشيخ الوالد كان قبل ابو يعقوب الرفاعي يقول يا ابن خالد جميع من مصر علق اربط قلبك بقلب شيخك بقلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شيخك على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فالمدد يكون رباني محمد. بس اذا جاك واحد قال لك هذا ما ورد عن نبينا شفيعنا طمنا محمد صلى الله عليه وسلم الكلام لانه ما يعرف اذا لم تذق شراب معنى شراب الهوى دعنا صح في حدا العتيبي الرفاعي الغانم الرفاعي 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 رحمه الله شيخي في الطريق مين سيد خلف العلي عبد الله ابو علي ومنعم يقول عن شيخ احمد النامس شيخه يقول من يعني من كثر ما شيخه قوي يقول في بيت شعر يقول حتى اضحى مريد المريدي شيخه بالنور مليان شوف الكرم الالهي صح مريد المريد مو المريد مريد المريد لكن وين هذا؟ هذا الشيخ بس هذا كلام بعض الناس عفوا يعني ما بقايل بس في ناس ما بيصدقوا شو عفوا شو بتحكي سيدي الدملخي السبسبي لا انت هم عالم يعني تعتبر هاي يسمونها الرابطه الشريفه نعم شلون اي والله هاي كلام منيح يعني عند الرفاعيه واظن عند اكثر من طلاب انه مريد المريد تختلف اختلافات بين الصحابه رضي الله عنهم قلبي ايوه قلب شيخي بقلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فالوسيله للمريد هي عن طريق الشيخ طبعا يفيض
الشيخ على المريدين والمريدين، والشيخ أيضا تأتيه الإفاضة، هي تسمى أيضا إفاضة والاستفاضة من قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو متوفي أو مريض عفوا. سيد الرفاعي لا أذكر الرفاعي في أي موضع يتحدث عن مسألة القطب الغوط، فيقول لا أدري الكلام لا أحفظه كاملا، أنه شبه القطب الغوط الفرد الجامع هذا الذي يمكن، قال يعني بما معنى ألا ترى أن ضوء الشمسي أو هذا الشعاع أو هذه الذرات تصل إلى كل ذرة في الكون، فالشمس تصل كل شيء من حيوان ونبات وإنسان وجماد أصغر ذرة، فقال مثل القطب الغوط هو كمثل الشمس يصل نوره أو بدنه إلى تشبيه جميل زين سيدي، تشبيه سيدنا الرفاعي كلام نفيس لكن لا زين، هذا كلامه يقول ان قلوب العارفين وقلوب المريدين وقلوب الغافلين وقلوب الكافرين، وبعدين يفصلهم يقول قلب يطير بالشهوات وبالكرامات وبالمنتهى وبالدنيا وبالعقبة وبالمولى، وقلب حريق وقلب غريق وسحيق ومنتظر العطاء منتظر الرضاء وانتظر اللقاء، وقلب مشروح ومجروح ومطروح ومنيب، أصناف هاي سيد كان أصناف القلوب. ولكن شيخي في أيضا نقطة مهمة، هو سيد السيد الرواس ذكره في أحد كتبه، قال كل ولي له على قدم نبي في القلب، صح قدم ساق كان والد ولده قلبه سليم في أحد من الأولياء، أظن سيد الرواس كان على قدم الأنبياء سيدنا إبراهيم أو سيدنا النبي سيدنا إبراهيم، لكن في حال ومقام لا أعرف كيف مرتبه، موجودة في لا. وبعد التأكيد كلامك قريته كتب الوالد إن الأغطاب الرفاعي والجيلاني البدوي الدسوقي، واحد على قلب سيدنا أبو بكر وواحد سيدنا عمر وواحد عثمان وسيدنا علي، وأيضا لهم على سيد أنت رفعت مرة حكيتها قلت إن شرحتها مرة أنت والله صاير تنسى أنت ولا الامتحانات نسيتك. لا والله شيخ استفيد منكم، هذا ما تعلمناه من مشايخنا. نعم صحيح، ترى هذا الكلام وايد زين كلام، لانه يعني ينفي عن التصوف، كان كل الوالد يقول ان الناس حتى بعضهم المقبره يتراولهم المتصوفين بس مجاذيب ودراويش، مجاذيب فقط اي هم علماء اهل علم اي، فانتم يعني اظهروا سركم. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال يفتي على المذهب الحنبلي، الله المتشددين، نقول لهم كان الشيخ سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حتى جاءه في المنام، اذكر هذه الروايه موجوده، جاءه الإمام أحمد فقال أحيي، يعني أنه يتكرم يا سيدي أحيي مذهبي، كان المذهب يريد أن يندثر في بغداد. والله كلامك صحيح، هذا كتاب طبقات لقيت أن أحمد بن حنبل كل الصوفية ملتقي فيهم. سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني أحيي المذهب الحنبلي الآن اللي هم يدعون أنه، لا احنا بس ما ندش بخلافيات احنا يفتون على المذاهب، هم كانوا علماء قبل ان يكونوا زهاد وصفر. زين احنا بالنهايه يا سيدي الدم الاخي اربط قلبك، لو قل لو شيخك مرض او توفى شو بتعمل؟ هذا الورد ما ينتهي سيدي، الله الورد لا ينتهي وسره باقي، لان الشيخ لم يتوفى ولكنه حاله انتقال، فالاولياء احياء في قبورهم يا اخي الكريم. مدد يا اسيادي لا تجننون يعني زيادة. عندما تذهب إلى عم السيد يوسف في مقامه في صليبغات تحدثه، لو أنت واصل تسمع حديث. أطلع الخواتم. لو أنت واصل إيه تسمع حديث. ويرد عليك وتسمع، بس مش كل واحد. والله أنا واحد من كتب هذا كتاب طبقات، واحد مر علي سيد المناوي، والله العظيم أنت سمعت سيد رفعت مع الحجازي يكلم الموتى ويكلمونه. والله العظيم هذا كتاب الطبقات. كلهم موتى في عرف العامة، لكن صح. هم ليسوا موتى يا أخي الكريم. إذا كان الشهداء ليسوا موتى ولا الصالحين. مدد شكرا أسيادي. قال فرأيته، قال عندما ليلة أوسني سنة في حديث الأسراء قال يصلي عند اليتيم الأحمر حدد المكان قائما يصلي في فيصلي هو ميت كيف شكرا انتقال كما قلت من حياة لحياة هات البرزخ.